Hallo مشاهدينا الكرام، في jetzt wieder eine Antwort im Handumdrehen. في سؤال رنا الأحمد بتسأل كيف نقول باللغة الألمانية لو بدها تشتي كانت غيمت، يعني شيء مستحيل يصير. هاي المعنى اللي بعرف باللغة الشامية، يعني واحد يقول مثلا محمود بده يساعدك، أنا بقول شو محمود؟ لا مستحيل يساعدك، يعني اي ما رح يساعدك، يعني لو بدها تشتي كانت غايمت، يعني ما في اي اشارة انه رح يساعدك لانه هو مو هيك، يعني ايه. وبالالماني اقرب شي فكرت كتير شو ممكن نقول بالالماني، ومنقول بالالماني بتعرفوا في عيد الفصح اوستن وفي فاينختن، وما بيكونوا في نفس اليوم مستحيل، يعني مثل عيد الفطر وعيد الاضحى ما يكونوا في نفس اليوم. ونحن منقول ايه محمود هيلفتيا، محمود هيلفتيا wenn Ostern und Weihnachten auf einen Tag fallen. يعني ما راح يصير أكيد، يعني ما يكونوا بنفس اليوم. wenn Ostern und Weihnachten auf einen Tag fallen. إيه، وهاي جواب على الماشي. شكرا كثير لهذا السؤال، und bis zum nächsten Mal. Danke. Tschüss.